نرحب بقى بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ونرحب ايضا بمعالي الوزير عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه الجديده. اهلا بحضرتك معالي الوزير. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك دكتور عاصم. في البدايه لو تحدثنا عن اهميه هذه المشروعات السكنيه بوجهها عام على تنوعها واختلافها لتناسب كافه شرائح المجتمع وايضا تلبيه احتياجات المواطنين في سكن كريم وملائم ايضا. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن النهاردة احنا عندنا افتتاح لحوالي 48 ألف وحدة سكنية في مدن 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر. المتميز ان احنا بنقدم 48 ألف وحدة سكنية على المستويات المختلفة. 85% من الوحدات اللي احنا بنفتتحها النهاردة هو سكن كل المصريين الاجتماعي، والبقية 15% هو إسكان متوسط وإسكان فوق متوسط، وده بيدل على اهتمام الدولة بشريحة السكن الميسر. اللي احنا بنقدمه هنا من اسكان في المدن الجديده فهو بيتماشى مع رؤيه الدوله في خلق مجتمعات عمرانيه جديده تتيح فرص عمل متنوعه لمئات الالاف من المواطنين، ومع هذه فرص العمل بيكون في مكان السكن المناسب حتى يتم خلخله الكتله السكانيه المكتظه بالسكان مرتفعه الكثافه اللي بتعيش في جوده حياة نتيجة مرور زمن طويل دون تطوير في القاهرة. احنا بنحاول نوجد لها اماكن عشان نفرغ هذه الكتلة ونوصل الى معدلات تزاحم مقبولة على مستوى شرق القاهرة وغرب القاهرة والكتلة الرئيسية في القاهرة الكبرى نفسها. دكتور عاصم، في تناغم واضح وأعمال على قدم وساق وتقوم بالتوازي في مختلف ربوع الوطن، يعني لأي مدى هذا التنسيق والتناغم بين الوزارات والهيئات وبعضها البعض له انعكاسه الإيجابي على ملف التنمية اللي حضرتك تحدثت عنه ووفق رؤية الدولة لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030؟ أنا خليني أقول لحضرتك، إحنا لما حللنا العمران في مصر وخاصة في إقليم القاهرة لقيناه بيعاني من مجموعة من المظاهر، أهمها هو ارتفاع الكثافات السكانية الصافية، وده نتيجة التزاحم الشديد وعدم وجود الأماكن السكنية. واحنا كل مشكله من دي حطينا لها مستهدف. يمكن احنا المستهدف كان هنا ان احنا ننزل بالكثافات الصافية ل 250 نسمة على الفدان، وده بيتم عن طريق حاجتين. أول حاجة إن إحنا بنخلق المجتمعات العمرانية الجديدة. قبل 2014 كان حوالين إقليم القاهرة الكبرى في 8 مجتمعات عمرانية جديدة، 6 في اتجاه الشرق و2 في اتجاه الغرب. إحنا من 2014 حتى الآن ضفنا 8 آخرين، بقى في 10 في اتجاه الشرق و6 في اتجاه الغرب. دول بيستوعبوا بيعيش فيهم دلوقتي حوالي 6 مليون نسمة. احنا لو متخيلين بقى ان لو ما كانش 6 مليون دول متواجدين في هذين النطاقين كان ممكن يبقى القاهرة شكلها عامل ازاي. الجزء الثاني لما بصينا لحجم الأنشطة غير السكنية داخل الكتلة السكنية في اقليم القاهرة لقينا ان المعدل ده بيرتفع جدا ل 30 و35%، وده اعلى ب 10 او 15% من المعدل الطبيعي. ده معناها ان الأنشطة غير الإنتاجية والأنشطة الهامشية ابتدت تزيد في العمران. ده معناها ان هذا العمران عمران استهلاكي ما فيهوش أنشطة رئيسية. عشان كده اثرنا ان احنا في كل المجتمعات العمرانية الجديدة لازم يكون في أنشطة رئيسية بتتعمل، سواء كانت مناطق صناعية او مناطق حرفية او حتى مناطق زراعية، لان احنا بعض المدن فيها نطاقات زراعية موجودة، عشان يبقى في اقتصاد في هذه المناطق مش اقتصاد هامشي واستهلاكي. طيب النقطة الثالثة اللي احنا لاحظناها في هذا العمران ان نسب البناء بتزيد وبتصل الى 70%، وتكدس الكتلة السكنية وعدم وجود فراغات ومناطق مفتوحة، وده اللي قال بالدولة ان هي تحط مجموعة جديدة من التشريعات والضوابط التخطيطية والبنائية عشان تحد من هذه الظاهرة، ظاهرة الانفلات في البناء دون قيود ودون شروط اللي أدى إلى هذه الكثافات. الحاجة الخامسة والأخيرة هي كانت أن نسبة الطرق في العمران داخل نطاق القاهرة الكبرى كان بيصل إلى 15%، وهو المعدل في متوسطه 30%، يعني احنا نص المعدل. وبالتالي ده اللي بيفسر ليه اتجاهات الدوله مع وزاره النقل والهيئه الهندسيه للقوات المسلحه واهتمام فخامه الرئيس شخصيا بشق الطرق والمحاور الرئيسيه داخل العمران القائم وربطها بالعمران الجديد في مناطق التنميه العمرانيه الجديده. وان كان شق هذه الطرق في العمران القائم بيكلفنا
اكتر من 5 أو 10 أضعاف في بعض الحالات انك انت تعمل طريق في العمران الجديد. ولكن دي المشاكل اللي كانت بتواجه العمران ودي المستهدفات اللي حطيناها عشان الحل. دكتور عاصم، في جائزة حصلتم عليها أو حصلت عليها هيئة المجتمعات العمرانية، جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عام 2021، ده حضرتك تسلمتها في أكتوبر الماضي. هذه الجائزة العالمية لأي مدى أثبتت أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح في مجال العمران من خلال هذه الإشادات الدولية؟ خليني أقول لحضرتك أن ده أعلى وسام بتقدمه الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لأي جهة على مستوى العالم، وده الأعلى عالميا. كان بينافسنا في هذا السنة في هذا العام عام 21 أكتر من 25 دولة بملفات مختلفة. الملف المصري اللي كان بتمثله هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كان بيتكلم على مشروع الإسكان الاجتماعي المستدام، لأن برضو إحنا الجوانب المختلفة في مشروع الإسكان الاجتماعي ما هواش بس البناء، هو البناء المستدام بطرق بتراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلي، بتقدم كل الخدمات، بتقدم التيسيرات وبتخليه